أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله والصحابة أجمعين. نحييكم أيها الأخوة الأحباب المشاهدون والمشاهدات بتحية إسلام العظيم وتحية إسلامنا السلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مع برنامجكم اليومي الرمضاني أحباب الله، جعلنا الله وإياكم منهم يا رب العالمين. يقول ربنا سبحانه وتعالى في من يحبهم، يقول: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يحب التوابين الذين يتوبون إلى الله، دليل على أنهم يخطئون لكن يرجعون، رجاعون، تائبون، أوابون إلى الله. يحب هؤلاء الذين يتوبون بأن يقلعوا عن الذنب، يتوبون أن يندموا على ذنبهم، يتوبون أن يعزموا على أن لا يعودوا إلى ذنوبهم. وإذا كان هذا الأمر مختصا بإنسان يرجع الحق له، هذا الإنسان التائب الحق الذي يقول الله عز وجل لنا، قال: كونوا مع التوابين. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، رجاعون، تائبون. ثم المتطهرين، قال: ظاهرا وباطنا، ملابسه، جسمه، مكانه، في كل شيء طاهر، في قلبه طاهر، في جسده، في ضميره، في نفسه. قلوبهم بيضاء نقية، طاهرة قلوبهم، عقولهم طاهرة، ألسنتهم طاهرة، قلوبهم لا حسد عندهم ولا غل ولا ضغينة. دائما أيها الإخوة الكرام، هؤلاء الذين لا حسد عندهم يسامحون ويعفون، دائما يبتسمون، يرضون بقضاء الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الذين هم طاهرة قلوبهم وألسنتهم ووجوههم وأجسامهم وضمائرهم. اللهم اجعلنا وإياكم منهم يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.